يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قائل إن دعائي عند قبر الولي أو قبر النبي أو في أي مكان هو أمر سواء ولا مزية لأي منها، فهو يدعو الله عند القبور وعند غيرها، فما الرأي في قوله؟ دعاء الله في المساجد وفي أي مكان بعيد عن القبور هذا ما في مانع، ما في مانع. أما الدعاء عند القبور فهذا وسيلة من وسائل الشرك ولا يجوز، فنمنع من الدعاء عند القبور لأنه وسيلة من وسائل الشرك. إلا الدعاء للميت، تدعو الله للميت لا بأس، أما أن تدعو لنفسك عند القبر هذا وسيلة من وسائل الشرك، لأنك ما فعلت هذا إلا أنك تعتقد أن الدعاء عند القبر مستجاب وأن لهذا القبر تأثيرا في قبول الدعاء. نعم، وقوله أنهم سواء هذا غلط، ما هم سواء. نعم.